حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. القوات الجوية التايوانية تحتفل بذكرى مشاركتها في حرب اليمن قبل 40 عاما. حيوان نادر في حضرموت قد لا تراه الأجيال القادمة. المبعوث الأممي يخاطب اليمنيين: أثق بكم. مرحبا بكم. كشفت الصين تفاصيل سرية هامة حول بعثة عسكرية مكونة من 1000 جندي تايواني بينهم طيارون في حرب اليمن في عام 1979 في معرض خاص أقامته قبل أيام في تايوان، حيث احتفلت القوات الجوية التايوانية بذكرى عمليات فرقة دهان باليمن التي تعد من أخطر العمليات السرية التي حدثت قبل 40 عاما لمساعدة قوات الجمهورية العربية اليمنية. وكشف موقع تايبيه تايمز التايواني عن برنامج المساعدات العسكرية الذي كشف عنه الآن والذي قامت به القوات الجوية التايوانية من عام 1979 حتى عام 1990 بطلب من السعودية، والتي كانت حليفا قويا لدى الصين لمساعدة حليفها الجمهورية العربية اليمنية التي كانت تخوض حرب مع جنوب اليمن. وتنفي القوات الجوية التايوانية أي رحلات جوية قتالية فوق اليمن، غير أنها قامت بنشر أكثر من 1000 فرد في شمال اليمن ضمنهم 12 طيار ضمن برنامج يسمى بالصحراء الكبرى لتقديم المساعدة والمشورة للقوات الجوية اليمنية الشمالية. مع بداية موسم صيد الوعل البري في فصل الشتاء بمحافظة حضرموت والمهرة وشبوة، ترتفع الأصوات المنددة بالاصطياد العشوائي الذي يهدد هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض أو الهجرة إلى دول الجوار بحثا عن الأمان. وعنون موقع المشاهد نت: الوعل البري في اليمن يتعرض لإبادة جماعية. وقال التقرير: ازداد في الآونة الأخيرة شره الصيادين لاصطياد الوعل البري بالرصاص بدلا من الحفاظ عليه، رغم أن هذا النوع من الثدييات هو ما تبقى من سلالة منقرضة كانت تعيش يوما ما في المنطقة. ويعيش الوعل العربي في الجبال والهضاب خلال مواسم الربيع والخريف وفي الصيف، وفي فصل الشتاء يخرج من مخابئه إلى سهول ووديان المحافظة الشرقية بحثا عن الماء والمرعى، وهو ما يعتبره سكان تلك المناطق موسما للصيد. ويقول المهندس عمر بادخن رئيس مؤسسة جرين للتنمية المستدامة والفائز بالجائزة الأممية الشهيرة في البيئة أبطال الأرض الشباب، يقول إن الوعل البري يتعرض لاصطياد عشوائي وإبادة جماعية، وهذا أمر كارثي جدا على تنوع الحياة البرية والفطرية المحمية قانونيا، معتبرا هذا الفعل غير مقبول من كل النواحي الشرعية والقانونية، كون الوعل رمزا تاريخيا للحضارات القديمة لمملكة حضرموت وسبأ. وتعد اليمن بشكل عام والمحافظات الشرقية والجنوبية بشكل خاص مركزا رئيسيا لعيش الحيوانات النادرة، لكن الصيد الجائر لها يهدد مخزون البيئة اليمنية من تلك الحيوانات في ظل تقاعس الجهات المختصة وصمت حكومي مطبق. هل بقي شيء من ثورة الربيع العربي؟ وهل هناك أمل بعد في تجدد الأحلام النبيلة وفي تحويلها إلى أهداف واقعية ثم إلى برامج عمل؟ هكذا يتساءل حسان الأسود في مقاله المنشور في العربي الجديد تحت عنوان: ماذا بقي من ثورات الربيع العربي؟ حاولت شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني منذ ربيع طهران إلى الربيع العربي التخلص من حالة التردي والانحطاط التي تعيشها منذ عقود، وحاولت البناء على أسس جديدة وعلى دعائم من الحق والعقل والإيمان، لكنها جوبهت بقوى مضادة تمتلك إمكانات هائلة من القوة والثروات والتنظيم ومركزية القرار، فلم تستطع الصمود في مواجهتها. لم تكن ثورات الربيع العربي ابتداعاً ولا إيجاد نهج لم يأتي به البشر من قبل، بل كانت استمراراً لما سبق أن خطه العبيد في مجتمع روما بقيادة سبارتاكوس وتابعه الزنج في الدولة العباسية، مروراً بثورة البرلمانيين الإنجليز عام 1688 ثم الثورة الفرنسية عام 1789 والثورة البلشفية عام 1917 في روسيا وغيرها من ثورات شعوب الأرض. كان مقتل بعض ثورات الربيع العربي في تحولها من الحراك السلمي إلى العمل المسلح، وهنا استطاعت قوى الاستبداد المرتبطة بالنظام العالمي
أن تضخ عبر أجهزة الدولة التي تتحكم بها العنف المفرط، الذي بدوره تحول إلى أداة لإعادة إنتاج أنظمة شبيهة بالأنظمة التي ثارت عليها الشعوب. للأسف وبغض النظر عن الأسباب التي هي أكثر من أن تحصى، لم تتمكن شعوب بلداننا من تحقيق المهمات الأساسية للثورات، أي لم تستطع تغيير أنظمة الحكم، الخطوة الأولى في طريق بناء الإنسان الجديد. لقد تحولت ثورات الربيع العربي بحكم العنف المفرط الممارس ضد أهلها إلى كابوس حقيقي خيم على شعوب المنطقة كلها. أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث التزام الطرفي النزاع باتفاقات السويد وخاصة في ميناء الحديدة. وعنون موقع المصدر أونلاين: جريفيث أثق تماما أن اليمنيين سينفذون ما تم الاتفاق عليه في السويد وهدنة الحديدة صامدة. يضيف المبعوث: الفرصة مواتية لمتابعة مشاورات السلام التي أجريت الشهر الماضي في السويد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين المسلحة. وردا على سؤال حول الوضع في مدينة الحديدة، قال جريفيث إن الهدنة لا تزال صامدة رغم بعض الحوادث الأمنية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع أن تناقش جولة المشاورات المقبلة الإطار التفاوضي لاتفاقية حل سياسي شامل، قال جريفيث: نعم، لقد ركزنا حتى الآن على تحقيق بعض التقدم في القضايا الإنسانية وعلى تخفيف حدة الصراع. حملت الخارجية اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية فشل صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء. وعنوان موقع الصحوة نت: الخارجية تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء. وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي إن تعنت ميليشيا الحوثي غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات، خاصة فيما يتصل بدفع المرتبات. وذكر الحضرمي أن الحوثيين ولأكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد في مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم. انتعشت الرواية اليمنية بشكل لافت خلال فترة الحرب برغم الضرر الذي أصابها بعد انقلاب 2014، فقد تم إغلاق وتضرر كثير من المؤسسات التي تعنى بالمجال الثقافي والأدبي، فضلا عن التضييق الكبير الذي واجهه الكتاب في البلاد بشكل عام. وعنوان الموقع بوست: الرواية اليمنية في زمن الحرب توثيق للواقع وصمود رغم المعاناة. ويفيد تقرير الموقع: استطاعت الرواية اليمنية أن تشق طريقها وتنقل جزء كبيرا من المعاناة التي يعيشها مختلف اليمنيين. أستاذ علم الاجتماع محمود البكاري قال: ما نراه من ازدهار الرواية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها الوطن دليل على أن الحياة الثقافية في اليمن لا تتأثر سلبا، ولكنها تؤثر إيجابا في الحياة المجتمعية. ميليشيات الحوثي ومخاطر ضرب العملية التعليمية في اليمن. تحت هذا العنوان كتب خالد العلواني مقاله المنشور في المصدر أونلاين. عمدت ميليشيات الحوثي منذ اللحظة الأولى لسيطرتها على مؤسسات الدولة إلى استهداف العملية التعليمية بأركانها الأربعة: المناهج، الطالب، المدرس، الإدارة التعليمية، تمهيداً لإحلال فكرها الطائفي ونظرتها السلالية الضيقة والعدائية للناس والحياة. وهو توجه في منتهى الخطورة على الهوية الوطنية والسمات الأساسية للشخصية اليمنية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، توجه يستهدف الفكر والعقل كما يستهدف قيم الحرية والعدالة والمساواة، ويعيد فرز الناس بناء على خرافة الولاية. ومع مرور الوقت صارت معركة ضرب الميليشيا الحوثية لهوية الشعب اليمني وتفخيخ مستقبله أكثر وضوحاً، حيث تم تعطيل العملية التعليمية في مناطق سيطرة الإنقلابيين وإخضاع الكثير من الطلاب والمدرسين لدورات طائفية مقيتة تعادي الحياة وتخاصم الإرادة الحرة والفكر النير والرأي المستقل، وتتبنى مشروع هدم المدارس وبناء المتارس، تخريب ونهب المصانع، وافتتاح وتوسعة المقابر، والزج بعشرات الآلاف من الأطفال إلى محارق الموت. إن مصير الحرب مهما طالت التوقف في يوم ما، ولحظتها يمكن أن يسري نوع من المصالحة وجبر الضرر والتوافق حول جملة من الثوابت والخطوط العامة لاستئناف الحياة في مجالاتها المتعددة. لكن الحرب التي تطال التعليم اليوم ستظل تداعياتها الكارثية تطوق عنق الشعب وتقيد حركته وتلوي خطاه، الأمر الذي يضع الشرعية أمام المزيد من التحديات. فهزيمة الميليشيات الحوثية عسكريا وحده لا يكفي،
بل هي معركة شاملة على صعيد الأمن الفكري والثقافي والتربوي والعسكري والأمني، ما لم فإن التجهيل القائم والفكر المنحرف سيتحولان إلى ثقوب سوداء تلتهم اليمن حاضراً ومستقبلاً. في 28 من فبراير عام 2017 كشفت حركة الحوثية في اليمن عن تصنيعها طائرة من دون طيار ذات مهام هجومية واستطلاعية، مؤكدة أنها أخذ أخطاءات لتجارب، وذلك وفقا لتقرير البي بي سي بعنوان ما حقيقة الطائرات بلا طيار لدى الحوثيين. عندما نجحت إحدى تلك الطائرات في استهداف منصة لكبار القادة العسكريين في قاعدة العند العسكرية، يبدو أن التحالف أخذ مسألة الخطر الذي تمثله هذه الطائرات على محمل الجد، فأعلن عن شن حملة جوية على صنعاء استهدفت ما قال إنها مراكز تصنيع وتوجيه تلك الطائرات. لم تتوصل التحقيقات الأولية إلى الإجابة عن هذا السؤال، لكن خبراء أبلغوا بي بي سي أن طائرات الحوثيين دون طيار ليست متطورة على نحو يسمح لها بالانطلاق نحو هدف بعيد خارج الحدود باستخدام مدرجات مطار صنعاء أو غيره، مؤكدين أنه يمكن إطلاقها من على مرتفع قريب من الحدود مع السعودية أو من على سيارة قريبة من أهدافها داخل البلاد. فيما أفاد آخرون أن الطائرات الحوثيين من دون طيار مجرد أجسام صغيرة يتم تجميع مكوناتها المهربة من خارج اليمن ولا يتم تصنيعها بالكامل داخل البلاد. سافر مارتن جريفيث وسيط الأمم المتحدة اليوم إلى الحديدة بحسب الصحيفة الفرنسية لو فيغارو في أول زيارة له إلى هذه المنطقة من الصراع في اليمن منذ أن وافقت الأطراف المتقاتلة على وقف إطلاق النار الشهر الماضي. مارتن جريفيث وبحسب التقرير الذي ترجم لقناة بلقيس زار الحديدة لساعات قليلة للإشراف على تنفيذ الهدنة ومتابعة الاستعدادات لبعثة مراقبة جديدة. واتفق المتمردون الحوثيون والحكومة على وقف إطلاق النار في الحديدة خلال محادثات السلام التي قادها مارتن جريفيث في السويد في ديسمبر الماضي، وينص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار يتبعه انسحاب وإعادة نشر القوات المنافسة من المدينة، وهما بندان لم يتم تنفيذهما بعد. نعمة السوشيال ميديا ونقماتها، تحت هذا العنوان كتب بكر عويضة مقاله في الشرق الأوسط. عندما يستمر عدد سكان فيسبوك في الازدياد ويتجاوز رقم 1,700,000,000، فيزيد عن أنفس الصين الشعبية، من الجائز أن يقفز للذهن تساؤل أيمكن القول إن الشاب النابغ مارك المبتكر المؤسس لفيسبوك بلغ من القدرة على التأثير في الحياة اليومية للناس فوق كوكب الأرض ما يفوق أهمية الكثير من مشاهير نجوم الدنيا بأي مجال، وبينهم السياسيون في المشارق والمغارب. نعم، مع ترك هامش شك يظل مطلوبا بوسع أي متابع لمدى اتساع نفوذ منصات التواصل الاجتماعي أو سوشيال ميديا كما صارت تعرف حتى على ألسنة غير الملمين بأبجدية الإنجليزية، أن يدرك كم هو تأثير مارك العالمي قياسا بما حقق مثلا بعض من ساسة أمضوا عقودا يمارسون الزعيق السياسي بلا أي مردود دولي على الإطلاق وبقليل من الحصاد المجدي محليا، إلا في حال عد استمرار صراخهم داخل جدران مجتمعاتهم نوعاً من الإنجاز المفيد. لكن بقدر ما أن دور فيسبوك وما أفرز من كائنات تواصل اجتماعي كما انستغرام وواتساب إيجابي التأثير في الأغلب الأعم، أضحى واضحاً كذلك كما استولدت ثورة الاتصالات عموماً مصائب على غير مستوى منها السياسي وبينها الاجتماعي، لكن أخطرها يبقى ما جلبت وسائل يفترض أنها تخدم غرض التواصل بين الناس من مآس ولدت جروحا في نفوس آباء وأمهات ربما يمضي زمن طويل كي تنسى إذا كان ممكنا نسيانها. مع ذلك، هل يمكن القول إن ما أنتجت السوشيال ميديا من نقمة سلبياتها مقابل نعم الإيجابيات يمكن أن ينتهي بلا رجعة؟ كلا بالتأكيد، في زمن أسقطت فيه تلك الميديا ذاتها كل جذور الخصوصيات لم يعد ممكناً لأحد التحصن وراء أي جدار يظن أنه سوف يحول بينه وبين انكشافه حتى ما يثاثر بشأنه وبلا سيء القصد تجاه أي أحد. وعن القضية الأكثر تصعيداً وجدلاً بالعالم اليوم وفي آخر تطوراتها، كتبت صحيفة القدس العربي بأن المحكمة العليا الفنزويلية منعت المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة
منعته من مغادرة فنزويلا. وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو إن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية البالغ من العمر 35 عاما ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق الأولي، مشيرا إلى أن المحكمة قررت أيضا تجميد حساباته المصرفية. وقال غوايدو تعليقا على القرار: لا يوجد شيء جديد في هذا البلد. وتابع غوايدو قائلا: لا أقلل من شأن طلب الادعاء العام بمنعي من السفر وتجميد حسابات المصرفية ولا من التهديد بالحبس، لكن لا يوجد أي شيء جديد في هذا البلد. وشدد غوايدو على مواصلة السير في طريقهم وأنهم سيواصلون العمل في البرلمان من أجل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين. أوقفت الشرطة الفلبينية المغامر ألان روبير البالغ من العمر 56 عاما كما قالت صحيفة الحياة إثر تسلقه إحدى أعلى ناطحات السحاب في مانيلا في أحدث مغامرات لهذا الرجل الملقب بالرجل العنكبوت الفرنسي. وتسلق ألان روبير مبنى جي تي تاور المؤلف من 47 طابق في العاصمة الفلبينية من دون أي معدات سلامة على مرأى من المارة المجدوهين. وقال روبير للصحفيين بعد إنجاز مهمته: هذا سبيلي، هذه طريقتي في العيش، الأمر بالأهمية عينها لي كالأكل والنوم، أحتاج ذلك فإنه ما يبقيني حيا. غير أن الشرطة كانت أقل حماسة إزاء هذه الخطوة إذ أوقفت الرجل العنكبوت الفرنسي بعيد إنجازه هذه المغامرة التي استغرقت نحو ساعتين. وأوقف الفرنسي بتهمة إقلاق الراحة العامة بانتظار قرار القضاء بشأن إخراجه بكفالة. وقد تسلق ألان روبير أكثر من 100 مبنى حول العالم واسمه مدرج في موسوعة جينيز للأرقام القياسية. وعانى ألان روبير من حالات سقوط كثيرة خلال مغامراته المحفوفة بالمخاطر، وهو يشير إلى أن هذه الحوادث تسببت بشل جسمه بنسبة 66% كما أوقف مرات عدة على خلفية هذه المغامرات. أجمل صور الأسبوع كما نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.